السلام عليكم تلاميذ الصف الخامس، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. عندنا اليوم موضوع جديد هو جمع الاعداد الكسريه وطرحها. اخذنا الكسر الاعتيادي، قلنا يتكون من بسط ومقام. الكسر الاعتيادي يتكون من بسط ومقام. اما عندنا العدد الكسري، العدد الكسري يتكون من عدد صحيح وبسط ومقام. يتكون من عدد صحيح وبسط وكسر، يتكون من بسط ومقام. هذا نسمينه كسر اعتيادي قلنا، وهذا نسمينه عدد كسري يحتوي على عدد صحيح. واضح؟ هسا راح نجي الى فقرة اتعلم. عندنا فقرة اتعلم، قطع عداء مسافة 10 عدد صحيح وواحد على 4 كيلو متر في الساعة الاولى، و9 عدد صحيح وواحد على 3 كيلو متر في الساعة الثانية. كم كيلو مترا قطع العداء في الساعتين؟ أعطانا في الساعة الأولى والساعة الثانية، المطلوب كم قطعة في الساعتين معا؟ يعني راح نجمع من عيد الساعتين اثنين، يعني راح تكون العملية جمع. واضح؟ نلاحظ ايش عندنا؟ عندنا أعداد كسرية، عدد كسري، والعملية جمع. قلنا بالكسور عند جمع وطرح الكسور والأعداد الكسرية، الخطوة الأولى لازم تكون المقامات موحدة ومتشابهة. واضح؟ عشان راح نوحد المقامات قلنا عن طريق إيجاد المضاعف المشترك للأربعة والثلاثة، المضاعف المشترك الأصغر. واضح؟ هسا راح تشعون عشان راح نجمع، وبالأخير نجمع العدد الصحيح 10 زائد 9 نجمعهم سوا. واضح؟ فراح نجي هسا نوجد مضاعفات العدد 4 ومضاعفات العدد 3. مضاعفات العدد 4 اللي هي 4 في 1 4، 4 في 2 8، 4 في 3 12. راح نتوقف نجي على مضاعفات الثلاثة، ثلاثة في واحد ثلاثة، ثلاثة في اثنان ستة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، ثلاثة في أربعة 12. إذا أول رقم مشترك بين مضاعفات العدد 4 ومضاعفات العدد 3 هو 12. إذا راح نوحد المقامات، راح تكون 2 على 12. فراح نجي إلى السؤال، نجي نقول المقام راح يكون 12، نقول الأربعة نضربها في ايش؟ قد حتى تساوي 12، راح نضربها في 3، ورأسا نضرب ايضا البسط في 3. اذا 1 في 3 3، والعدد الصحيح يبقى نفس ما هو. نضل ننزله لي اخر شيء من نجمع، فقط نجمعه. فراح نجي على الكسر الثاني، ايضا راح يكون المقام 12، نقول 3 نضربها في ايش؟ قد تساوي 12، 3 في 4، ورأسا نضرب البسط ايضا في 4. اذا 1 في 4 4، والعدد الصحيح قلنا يبقى نفس ما هو. هسه اخر شيء نجي نجمع، نكتب ويساوي المقام، قلنا بالجمع يبقى نفس ما هو، يظل الاخير من وحدنا ويظل الناتج هو ثابت. راح نجمع البسط 3 زائدا 4 7. نجي نجمع هسه، نجمع العدد الصحيح 10 زائدا 9. واضح؟ 10 زائدا 9 19، إذا الناتج هو 19 و7 على 12. واضح؟ سهل. ونفس الطريقة نفس الجمع وطرح الكسور الاعتيادية، فقط عندنا عدد صحيح قلنا لي الأخير، فقط نجمع وجمع اعتيادي العدد الصحيح زائدا العدد الصحيح. واضح؟ عندنا السؤال الثاني من فقرة أتعلم، لدى بائع لفة قماش طولها 25 وواحد على 2 متر، هاي الواحد على 2 تقرأ أيضا نصف. واضح؟ باع منها 2 عدد صحيح وواحد على 4 مترا، كم مترا بقي من لفة القماش؟ عندنا هذا طول اللفة بالكامل، باع منها، من ذكر أن كلمة باع يعني نقصت، يعني قلت، ما تمام؟ يعني راح تكون العملية طرح. ومن أيضا يذكر أن كم مترا بقي، من يقل أن كلمة بقي يعني طرح. واضح؟ فراح نجي نطرح 25 عدد صحيح وواحد على 2 لفة القماش بالكامل ناقص إيش قد باع منها. واضح؟ فراح نجي قلنا بالطرح أيضا عندنا أعداد كسرية، والعملية طرح لازم الخطوة الأولى نوحد المقامات. هون انطق واحدة بدون إيجاد المضاعف المشترك الأصغر بالتحليل، راح نوجده بطريقة أخرى ما غير بدون استخدام التحليل، بدون استخدام المضاعفات. عشان راح نوجد المضاعف المشترك بدون استخدام المضاعفات، راح نجي على الرقم الكبير اللي هو الأربعة، فنجي على الاثنان الأصغر ونقول الاثنان نضربه في إيش قد حتى تصير أربعة مثل هذا، ونوحدهم ويكونوا متشابهان. اثنان في اثنان راح يصير أربعة، ما تمام؟ اثنان في اثنان
هتصير 4 ويتوحدون المقامات بدون إيجاد المضاعفات، واضح؟ ورأسا نضرب أيضا البسط في 2، فراح أجي ويساوي، راح أجي أكتب 1 في 2 2، 2 في 2 4، قلنا والعدد الصحيح يبقى نفس ما هو ناقصا الكسر الثاني كشما أغير بينه، واضح؟ وحدنا المقامات على 4، أشن جينا على العدد الأصغر قلنا 2 نضربه في أشخط حتى تصير 4 مثل هذا الكسر، 2 في 2 ضربنا البسط والمقام في 2 ووحدنا المقامات على 4 بدون إيجاد المضاعفات، واضح؟ فراح نجي هساتا نطرح طرح اعتيادي، المقام المقام يبقى ثابتا 4، قلنا المقام ما نطرحه فقط نجي على البسط، 2 ناقصا 1 1، 25 ناقص، قلنا العدد الصحيح ناقص العدد الصحيح والبسط ناقصا البسط، 25 ناقصا 12، 5 ناقصا 2 3، 2 ناقصا 1 1، واضح؟ 13 عدد صحيح وواحد على 4، واضح؟ هاي فقرة أتعلم ثانيا. راح نجي إلى فقرة أتأكد، عندنا أولا 2 و2 على 7 زائدا 3 و3 على 4، عندنا العملية جمع وعندنا المقامات مختلفة لازم نوحدها من بإيجاد المضاعف المشترك الأصغر، فراح نوجد مضاعفات العدد 7 ومضاعفات العدد 3. مضاعفات العدد 7 اللي هي 7 في 1 7، 7 في 2 14، 7 في 3 21، 7 في 4 28. راح نتوقف، راح نوجد مضاعفات الأربعة أيضا، 4 في 1 4، 4 في 2 8، 4 في 3 12، 4 في 4 16، 4 في 5 20، 4 في 6 24، 4 في 7 28، واضح؟ إذن أول عدد مشترك هو 28، إذن المضاعف المشترك الأصغر هو 28، وحد المقامات على 28، فراح أجي أكتب هوني 28 والعدد الصحيح يبقى نفس ما هو، زائدا أيضا المقام الثاني أيضا 28 والعدد الصحيح يبقى نفس ما هو، فقط البسط راح يتغير. نقول 7 في إيش قد نضرب حتى تصير 28، 7 في 4، ما تمام؟ رأسا نضرب البسط أيضا في 4، 2 في 4 8، راح نجي إلى الكسر الثاني، أقول 4 أضربه في إيش قد حتى تصير 28 في 7، رأسا أضرب البسط أيضا في 7، 3 في 7 21، واضح؟ هسا راح أجي أجمع جمع اعتيادي ويساوي المقام يبقى ثابتا، فقط البسط راح أجي أجمع 8 زائدا 21، 8 زائدا 1 9، والاثنان تنزل، أجي أجمع أيضا العدد الصحيح زائدا العدد الصحيح، 2 زائدا 3 5، واضح؟ اكتبوا هوني ايش طلع لنا، 5 عدد صحيح و29 على 28، احنا لي هوني كملنا الحل، بس عندنا خطوة بسيطة حتى ناخذ درجة كاملة اللي هي اشني، من يجي من نطلع عندنا ناتج البسط اكبر من المقام، 29 اكبر من 28، راح نبسطه ازيد، اشون راح نجي نكتب اول شيء المقام راح يبقى ثابت ايضا، راح نجي نقول 29 تقسيم 28، هو خط الكسر هو قسمة، ما تمام؟ احنا نعرف انه خط الكسر هو قسمة، اذا 29 تقسيم 28 بيها 1، راح اجي اكتب 1 هوني، وايش قد باقي؟ باقي ايضا 1، راح اكتبه هوني، عدنا بالعدد الصحيح 5 زائدا 1 راح يصير 6، واضح؟ واضح؟ وحدنا المقامات وجمعنا بصورة اعتيادية. عدنا السؤال الثاني من فقرة أتأكد أيضا، أش عدنا؟ عدنا المقامات أيضا مختلفة لازم موحدة بإيجاد المضاعف المشترك الأصغر، فراح أجي أوجد مضاعفات العدد 7 ومضاعفات العدد 2. مضاعفات العدد 7، 7 في 1 7، 7 في 2 14، وراح أتوقف، أجي أوجد مضاعفات العدد 2، 2 في 1 2، 2 في 2 4، 2 في 3، راح أزيد 2 2، 2 4 6 8 10، 12 14، واضح؟ من وجدنا أول عدد مشترك بين المضاعفات راح نتوقف اللي هو 14، إذا راح تكون المقامات للكسرين هو 14 والعدد الصحيح يبقى نفس ما هو، واضح؟
فقط راح يتغير البسط. قلنا السبعة في إيش قد نضربها حتى تصير 14؟ في 2، إذا رأسا أضرب البسط أيضا في 2. 4 في 2 8. أجي الاثنان أضربها في إيش قد حتى تصير 14؟ في 7. 2 في 7 14، إذا رأسا أضرب البسط أيضا في 7. 3 في 7 21. راح أجي أجمع جمع اعتيادي، قلنا المقام يبقى ثابتا، راح أجي أجمع البسط 8 زائدا 21 29. 1 العدد الصحيح زائدا العدد الصحيح 1 زائدا 2 3. واضح؟ إيش نلاحظ عندنا؟ نلاحظ أيضا البسط أكبر من المقام، وقلنا لازم نبسطه عشان عن طريق القسمة. راح نجي نقسم، قلنا راح نجي نقسم، إيش راح نقسم؟ نقول 29 كم 14، 29 كم 14؟ إذا قلنا 28 بها 14 زائد 14 يطلع لنا 28، إذا بها 2 والباقي 1. راح أجي أكتب الاثنان هوني والباقي 1 هوني، المقام يبقى ثابتا. هوني عندي العدد الصحيح 3، 3 زائدا 2 5، راح يكون 5 عدد صحيح وواحد على 14. واضح؟ هذا أشنو؟ السؤال الثاني من فقرة أتأكد. راح نجي على السؤال السابع من فقرة أتأكد. عندنا العملية طرح، عندنا 6 عدد صحيح واثنان على 5 ناقصا 4 عدد صحيح وأربعة على 7. عندنا هون راح نستعمل طريقة ثانية. أخذنا الطريقة الأولى، قلنا فقط نوحد المقامات ونجمع أو نطرح الكسر البسط مع البسط والعدد الصحيح مع البسط مع العدد الصحيح. هون عندنا هسه راح نستخدم طريقة ثانية. إمتى نستخدم الطريقة الثانية؟ من يجينا بالطرح اثنان مثلا، هون عندنا البسط اثنان ناقصا أربعة، ما يصير، عندنا العدد الأول أصغر من العدد الثاني في البسط، يعني راح ننتبه إلى البسط. من عندنا هون اثنان ناقص أربعة، ما راح نطق نطرح الاثنان ناقصا أربعة لأن الاثنان أصغر من الأربعة، راح نستعمل الطريقة الثانية. الطريقة الثانية إيش هي؟ إنه نتخلص من العدد الصحيح، هذا نتخلص منه. إيش نتخلص من العدد الصحيح؟ نضع هون عملية ضرب وجمع. ضرب وجمع، نضرب 5 في 6 زائدا 2، واضح؟ وهون أيضا ضرب وزائد جمع. هسا راح نرجع الشون، راح نجي نكتب ويساوي، المقام ما يتغير يبقى ثابتا 5. البسط ايش راح نكتب؟ نقول 5 في 6 30، ما تمام؟ 30 زائدا 2 32، واضح؟ ناقص، هسا تخلصنا من العدد الصحيح اللي هو 6، تخلصنا منه. راح نجي الى الكسر الثاني، راح ايضا نقول 7 في 4 28، 28 زائدا 28، 28 زائدا 4 32، واضح؟ واضح عشان راح تصير ايضا، وايضا المقام يبقى ثابتا 7، واضح؟ هسا بعد ما تخلصنا من العدد الصحيح راح نجي نوحد المقامات بالطريقة اللي تعلمنا بها عن طريق ايجاد مضاعفات العدد 5 ومضاعفات العدد 7. فراح اجي اكتب مضاعفات العدد 5، راح نزيد 5 5، اي جدول ضرب الخمسة اللي هو 5 10 15 20 25 30 35 40، ونتوقف. نوجد أيضا مضاعفات العدد 7 اللي هي 7 في 1 7، 7 في 2 14، 7 في 3 21، 7 في 4 28، 7 في 5 35، واضح؟ ونتوقف. ليش توقفنا؟ لأن وجدنا أول رقم مشترك بين مضاعفات العدد 5 ومضاعفات العدد 7 اللي هو 35، فراح نتوقف وما نكمل، راح نجي نوحد المقامات على 35. المقامات اثنين راح يكونون 35. أجي أقول الخمسة أضربها في إيش قد حتى تصير 35؟ في 7، واضح؟ إذا 32 في رأسا أضرب، من ضربت المقام رأسا قلنا نضرب البسط أيضا في 7، 32 في 7 يصير أضرب بصفحة 32 في 7، 7 في 2 14، 4 باليد 1، 7 في 3 21، زائدا 1 22، إذا 200
و24 ناقصا راح اجي على 7، اقول 7 في ايش قد تصير 35، 7 في 5 راسا اضرب البسط ايضا في 5، 32 في 5 نفس اللي هسه ضربناها عمودي راح نضربها في 5، 5 في 2 10، صفروا باليد 1، 5 في 3 15 زائدا 1 16، اذا 160. واضح؟ اذا هسه بعد ما ضربنا ووحدنا المقامات على 35 راح نيجي نطرح طرح اعتيادي ويساوي المقام يبقى ثابتا قلنا فقط البسط، راح نطرح 224 ناقص 160 يساوي من هون تطرحوها ويساوي ايضا تعملوها عمودي ناقص 160 ونجي نطرح 4 ناقصا 0 4 2 ناقصا 6 ما يساوي ناخذ هاي يساوي 1 وهي يساوي 12، 12 ناقصا 6 6 1 ناقصا 1 0، اذا الناتج هو 64، 64 على 35. هون ايش عدنا؟ عدنا اشطر عدنا البسط اكبر من المقام، قلنا من يطلع عدنا البسط اكبر من المقام عدنا خطوة بسيطة لازم نعملها اللي هو راح نيجي نكتب خط كسر المقام نفسه، راح نيجي نقسمه نقول 64 كم 35، اذا جينا قسمنا 64 كم 35 بها 1، واضح بها 1، وإيش قد باقي؟ راح نجي نطرح نقول 64 ناقص 35 إيش قد راح يفضل عندنا هو الباقي، واضح؟ اللي هو 29، واضح؟ واضح. فراح نجي أيضا إلى السؤال الثامن، السؤال الثامن أيضا عندنا العملية طرح وأيضا عندنا البسط، الواحد أصغر من الثلاثة ما راح نطق نطرح واحد ناقص ثلاثة ما نطق، إذا لازم نستخدم الطريقة الثانية اللي هي نتخلص من العدد الصحيح، إيش قلنا؟ نضع عملية ضرب وجمع، ضرب وجمع، وراح نجي نكتب ويساوي المقام يبقى ثابتا، نجي نقول 2 في 11 22، 22 زائدا 1 23 ناقص المقام أيضا هون يبقى ثابتا 4 في 2 8، نلاحظ أنه نبدأ من الضرب بعدين الجمع، واضح؟ 4 في 2 8، 8 زائدا 3 11، واضح؟ هسا تخلصنا من العدد الصحيح، الخطوة الثانية نوحد المقامات، قلنا بما أنه هوني العدد الكبير 4 وهذا العدد الصغير انطق نضرب الاثنان في 2 هسا 4 بدون ما نوجد المضاعفات والمضاعف المشترك الأصغر رأسا مباشرة، راح نوحد المقامات على 4، ليش؟ لأن قلنا الاثنان نضربها في إيش قد تساوي 4 مثل هذا المقام، 2 في 2 تساوي 4 وتتوحد المقامات، ورأسا قلنا من نضرب المقام رأسا نضرب البسط أيضا في 2، 23 في 2 إما تضربوها ضرب عمودي بصفحة أو نجي نضرب 3 في 2 6، 2 في 2 4، واضح؟ والإحدى عشر تبقى نفس ما هي، الكسر الثاني كما ضربنا راح يبقى نفس ما هو، هسا نجي نطرح طرح اعتيادي والمقام يبقى ثابتا، 46 ناقص 11، 6 ناقصا 1 5، 4 ناقصا 1 3، واضح؟ طلعنا 35 على 4، عشان نلاحظ أيضا البسط أكبر من المقام وما يصير لازم نقسم، قلنا المقام يبقى ثابتا راح نجي نقسم البسط تقسيم المقام، 35 تقسيم 4، 35 كم 4؟ نحن نعرف من جدول ضرب الأربعة أنه الأربعة في 8 32، إذا بها 8 لأن الأربعة في 8 يساوي 32 ونحن عدنا 35 إذا بها 8، وإيش قد الباقي؟ عدنا نحن 35 و 4 في 8 32، إذا الباقي هو 3، اكتبوا في البسط، واضح؟ هاي أيضا السؤال الثامن، عدنا السؤال العاشر، اشترى أحمد 2 على الصحيح و 1 على 2 كيلوغرام من البرتقال و 3 على الصحيح و 3 على 4 كيلوغرام من التفاح، كم كيلوغراما من البرتقال والتفاح اشترى أحمد؟ عدنا هذا وزن البرتقال وهذا وزن التفاح، يقول لنا كم كيلوغراما من البرتقال والتفاح، و يعني جمع راح نجمع الاثنان معا، واضح؟ فراح نجي نجمع الاثنان على الصحيح وواحد على اثنان زائدا ثلاثة على الصحيح وثلاثة على أربعة،
بما انه المقامات عندنا 2 و 4 احنا تعودنا راسا قلنا الاثنان اضربه في ايش قد حتى تصير 4 مثل هاي انه توحدون المقامات راح اضرب فيه 2 راح اضرب البسط والمقام فيه 2 واضح ويساوي العدد الصحيح يبقى نفس ما هو الواحد في 2 2 واثنان في 2 4 زائدا الكسر الثاني يبقى نفس ما هو واضح وراح نجي هساتين نجمع ويساوي المقام يبقى ثابتا 4 راح اجي اجمع البسط 2 زائدا 3 5 العدد الصحيح 2 زائدا 3 ايضا 5 ويساوي ايش نلاحظ ايضا عندنا البسط اكبر من المقام اذا لازم نقسم المقام قلنا يبقى نفس ما هو 5 كم 4 بها 1 والباقي ايش قد الباقي 1 وعندنا بالعدد الصحيح 5 5 زائدا 1 هذا يصير 6 واضح هاي مسألة اذا 6 عدد صحيح و 1 على 4 كيلوغراما وزن البرتقال والتفاح معا واضح واضح عندنا سؤال عندنا مسألة مفتوحة قلنا فقط السؤال الأول من فقرة أفكر داخل أكتب عددين كسريين مجموعهما عدد طبيعي العدد الطبيعي اللي هو العدد الصحيح العدد الطبيعي قلنا أي عدد صحيح اللي هو مثلا 1 2 3 أي عدد بدون كسر عدد طبيعي صحيح هو هذا يسمى عدد طبيعي إذا لازم نجمع كسرين لازم نوجد كسرين لازم نوجد عددين كسريين يعني يحتوي على عدد صحيح نجمعهم يكون الناتج عدد صحيح بدون كسر نحن نعرف أنه مثلا أي كسر على أي عددين مثلا الاثنان على اثنان هي 1 لأن قلنا خط الكسر هو قسمة والاثنان تقسيم اثنان 1 3 على 3 هي 1 مثلا 100 على 100 هي 1 وهكذا أي كسر على نفسه أي عدد بالكسور أي عدد على نفسه نقسمه على نفسه الناتج 1 إذا لازم نوجد كسرين نجمعهم يكون الناتج 2 على 2 أو 3 على 3 حتى يطلع لنا العدد الصحيح 1 بدون كسر إذا راح نجي نكتب العدد الصحيح نكتب أي عدد من عندنا الأعداد الصحيحة عادي ما تهمنا نكتب أي عدد من عندنا أما الكسر اللي يتكون من بسط ومقام مثلا الكسر الأول كتبته نصف اللي هو 1 على 2 الكسر الثاني لازم أجمعه لازم إيش أكتب أرقام في البسط والمقام بحيث من أجمعه يكون الناتج 2 على 2 حتى يصير 1 إيش أحط هوني المقام لازم 2 حتى المقامات موحدة وتبقى ثابتة 2 في البسط إيش أحط الواحد أزيده إيش قد حتى يصير 2 1 زائدا ايش قد يساوي 2 1 زائد 1 ما تمام حتى يصير عندنا 2 على 2 نلاحظ هسه كتبت هذا العدد الكسري اللي هو 2 هذا عدد كسري عدد كسري 2 عدد صحيح و1 على 2 زائدا 3 عدد صحيح و1 على 2 اذا اجي اجمع منوشع راح يطلع لنا عدد صحيح راح نجي نقول المقام بالجمع المقامات موحدة حتى سهلي رأسا يبقى ثابتا نجي نجمع فقط البسط 1 زائدا 1 2 العدد الصحيح 2 زائدا 3 5 وقلنا الاثنان على اثنان هي 1 ما تمام اذا 1 زائدا 5 6 واضح هون راح تكون العملية جمع بين العدد الصحيح والكسر واضح لأن الاثنان على اثنان هي 1 الاثنان على اثنان تساوي 1 1 زائدا 5 تساوي 6 واضح اللي هو عدد صحيح بدون كسر واضح